معكم رياض من قناة يومية الجزائري بالمغرب رياض الجيرينو ماروك. عندي تقريبا 10 سنين وانا مستقر في المغرب. جيت لهنا يا خدام دون الكادر دان سنتر دابل والحمد لله درنا حياتنا ودرنا وليداتنا اللهم لك الحمد. اليوم جيت ندير فلوق في الداخل صافي عامين وانا نقول نمشي الاقاليم الجنوبيه وحصل لي الشرف اليوم باش نجي لمدينه الدخله لمدينه عالميه لمدينه زوينه بزاف من ناحيه البنيه التحتيه ديالها من ناحيه لاكوت ديالها من ناحيه ليزاكتيفيتي ديالها من ناحيه ناسها من ناحيه شعبها بزاف امور فريمون. وننصح الناس اللي ما يعرفوش هذه المدينه يجوا وكما نقول لك يلبس السياحه المغربيه. حراك شعبي حراك باين كما نقول لك حراك المبارك شعب الجزائري مطلب الا بحقه والشعب الجزائري شعب راقي وشعب واعي وعارف واش كاين والحمد لله. اليوم كاينين مواقع التواصل الاجتماعي لي زالجيريان كما نقولوا عندهم في الراس و لواحد الفئه انا نقول لهم ربي يهديهم فئه اللي عمرها ما جات لهنايا فئه اللي ما تعرفش المغرب فئه اللي ما تعرفش المغاربه فئه اللي ما تعرفش الطيبه تاع المغاربه. وواحد التحيه كبيره 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 للجاليه الجزائريه والمغربيه اللي كاينه خارج ارض الوطن. هاد الشعب هدايا ملكا شعبا ووطنا ما باغينا غير الخير. الناس هادو باغيين يتحدوا يديروا يدهم معنا باش تكون عندنا قوه اقليميه شامله. كاين واحد الكيان الله غالب لا وجود له ما بيناتنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله نطقو فهضر عليه في الخطاب ديال عيد العرش كما نقولوا جا الوقت باش نتحدوا وتكون تكون افريقيا الشماليه قوتها المغرب والجزائر اللي هو اصلا بلد واحد. بزاف بزاف. واحد تحيه لحاتم فلوكس. هذا حاتم سي فلوغر سي يوتيوبرز الناس يعرفوه معايا من القناه ديالي معاه لي لونسيت القناه تاعي نعرفه هو زوجة ديالو ولادو اللي حاسبهم بحال ولادي واخ لم تلده امي. من رساله للمغاربه والشعب الجزائري نقول لهم حنا اخوت حتى الموت بغى اللي بغى واللي ما بغاش كما يقول عمي نور الدين وجه له واحد التحيه من النيبه ينعل بو حياه بطبط مو.